سلامة، جبت العيال للتطعيم؟ هي كفو عليك. طبعاً التطعيم ينقذ حياة ملايين الأطفال حول العالم سنوياً من وايد أمراض، من أخطرها مرض الحصبة. الحصبة مرض فيروسي حاد ومعدي بشدة، ينتقل عن طريق السعال والعطاس واللمس، وتتمثل علامات المرض بحمى شديدة تبدأ بعد 10 إلى 12 يوم بعد التعرض للفيروس، وتدوم بين 4 إلى 7 أيام، وبعد 4 أيام من الحمى يظهر طفح جلدي في الوجه يمتد لكامل الجسم خلال 3 أيام ليستمر حوالي 6 أيام. أوه. وتصوري يا سلامة أن قبل عام 1980 وقبل انتشار التطعيم على نطاق واسع كانت الحصبة تسبب وفاة 2.6 مليون سنوياً. ها؟ لكن الحين والحمد لله الوفيات تراجعت مع انتشار التطعيم وزيادة الوعي، وبين عوام 2000 و 2013 انخفضت نسبة الوفية بالحصبة 75% و 84% من أطفال العالم تحت عمر السنة يأخذون التطعيم، مما أنقذ حياة 15.6 مليون طفل. الوقاية الوحيدة من الحصبة هي التطعيم، ونصيحتي إعطاء جرعتين من اللقاح لضمان المناعة، وعساكم دوم صحة وسعادة.